إسلامي حركة النهضة تاريخ اتجاه إسلامي سابقا. ذكرى 43 هذه عندها خصوصية، قياداتكم حركة النهضة الصفوف الأولى تقريبا، رئيس الحركة، نائباه رئيس مجلس الشورى، ونائب الآخر الدكتور بروفيسور يونيسي، وقيادة وسطى. كيفاش تقرأ وضعية حركة النهضة في الوضع هذا؟ يعني وضعية حركة النهضة هي من أوضاع البلاد، أوضاع تونس كلها اليوم يعني ترزح تحت نير الدكتاتورية والحكم الفردي. للأسف كنا نتصور، وإذا إحنا جاوزنا المرحلة هذه، الثورة جبت ما قبلها، أن الثورة حرت التوانسة من كابوس الخوف ومن الملاحقات ومن الاعتقال ومن الظلم ومن الاستبداد. يعني ممكن تنتقد المسار ما بعد الثورة في أشياء كثيرة، ولكن لا أحد يستطيع أن يشكك في منسوب الحرية التي تمتعت بها تونس خلال العشرية الماضية. للأسف هذا الرجل أرجعنا المربع الأول، رجعنا لمرحلة الاعتقالات وتكميم الأفواه والحكم الانفرادي المطلق وإدارة أوضاع البلد معناها بالمراسيم غير الدستورية. فهذه أوضاع تونس اليوم، لا أحد يعني مبرأ أو محصن من السجون والملاحقات، وربما من لم يكن سجين اليوم سيكون سجين الغد. هذا هو الوضع الحالي، الوضع الراهن في تونس للأسف. السجون ليست جديدة على حركة النهضة، تاريخ حركة النهضة، ولكن الجديد أن تنزاح حركة مثلت العصب الرئيس للحركة السياسية على قناة بعد الثورة في صناعة القرار السياسي، دينامو ما بعد 2011، تنزاح من السلطة إلى هذا الوضع. أليس موجبا لتقييم هذا وعقلان للحركة والمسارات السياسية اللي خذتها ما بعد 2011؟ شوف أستاذ حسين، التجربة بينتنا التاريخ القريب والبعيد بما في ذلك تاريخ تونس وتاريخ حركة النهضة، أنه القمع أصل القمع عمرها ما تلغي المشاريع الفكرية والسياسية والاجتماعية. حركة النهضة ظاهرة اجتماعية فكرية سياسية متجذرة في المجتمع التونسي، مئات الآلاف من التونسيين والتونسيات يحملوا مشروع حركة النهضة، وبالتالي من يراهن على إلغاء النهضة من المشهد السياسي والثقافي بقوة القمع والملاحقات واعتقال القيادات وإغلاق المقرات فهو واهم. يعني فعلها بورقيبة، وقد ذهب بورقيبة الله يرحمه وبقيت حركة النهضة، وفعلها بن علي بفعله الله يرحمه يعني وبقيت حركة النهضة، وسيذهب قيس سعيد بكل تأكيد آجلا أم عاجلا وتبقى حركة النهضة، لأن عمر حركة النهضة يمتد لأجيال كاملة. وحركة النهضة هي فكرة ومشروع، هي جمهور، هي نضال، هي تضحيات، هي دماء، هي شهداء، هي مساجين، هي مهجرين، وليست مجرد ظاهرة عابرة، نبتة عابرة في تاريخ تونس. ولذلك يتوهم أنه بمقدور بقرار سياسي وبقرار سياسي قمعي يمكن أن يقضي هذا على هذا المشروع، ربما يعطل مؤقتا لبعض الوقت، ولكن النهضة موجودة وفاعلة وهي متجذرة في قلوب وعقول عشرات الآلاف لما أقول مئات الآلاف من التونسيين والتونسيات. إيه، لكن هذا التاريخ الحافل من النضالات، دماء شهداء، قائمة طويلة، تضحيات نسوية ورجالية، يعني قائمة حركة النهضة وتضحيات نساء ربما هي الأكبر رغم التعتيم. وجيد أن أدب السجون في السنوات الأخيرة عديد الوجوه، محمد التومي، محمد عزيز جميل وغيرهم، يعني يوثقون لهذه المراحل المهمة جدا. هذا التاريخ ربما هو يعني دافع أكثر قوي نحو أن تنفض أو تذهب النهضة في اتجاه تقييم عقلاني. ما تقول هذا ليس بجديد، منش في تاريخ خطاب سياسي. دائما التقييم مطلوب أستاذ حسين، ولكن بأي روح تقيم؟ تقييم، وتعودت حركة النهضة أن تقيم مسارها، يعني حتى في خططها وبرامج عملها دائما فما ما يسمى بتقدير الموقف، تقدير الموقف اللي يقوم على تقييم وتشخيص موضوعي وتشخيص ذاتي والوقوف عند الإيجابيات والسلبيات والمكتسبات والعثرات. الأمر هذا مطلوب، ولكن بأي روح تقيم؟ تقيم بروح إيجابية تتجه إلى المستقبل. نحن واثقين بحولها أن المستقبل للحرية وللعدالة ولحركة النهوض وحركة التحرر، المستقبل لقضية فلسطين، المستقبل لغزة، المستقبل للقوى الإسلامية التحررية وعلى رأسها حركة النهضة. فنحن جزء من حالة عامة في المنطقة. أنت اليوم كيف تتأمل تشوف شرقا وغربا، يعني شنية أوضاع الحركات السياسية المناضلة؟ يعني القوى السياسية اللي تصدرت المشهد بعد 2011 سواء بالنسبة للإخوان المسلمين في مصر، حزب العدالة في المغرب، قوى إسلامية أخرى في مواقع كثيرة من العالم الإسلامي،
كلها معنى تم الإجهاز عليها أو الانقضاض عليها بالأحرى بقوة العقمة بانقلابات وباعتقالات وبملاحقات وبحالة من الفوضى والحروب الأهلية. ولكن هذه مرحلة يعني انتقالية، الشعوب التي تمر بمراحل تحول كبرى يعني تدفع ضريبة وتدفع معناها أثمان كبيرة، وهذا التاريخ شيء يقول لنا. ولكن ما يجري في المنطقة بصفة عامة بما في ذلك في تونس هو ثورة مضادة، وباش تعرف تونس هي ثورة مضادة ولا، شوف التحالفات الراهنة تاع نظام قيس سعيد. ما عادش كل متحالف قيس سعيد، قيس سعيد متحالف مع القوى التحررية، ما هو متحالف مع السيسي في مصر ومتحالف مع الرجعيات العربية، وبالتالي هي حلقة جديدة من حلقات الثورة المضادة أو حلقة من حلقات الثورة المضادة في تونس. وإن كان تلبست لبسة الجبة متاع الثورجية والشعب يريد والدستور كتب على الجدران، ولكن كل هذا كذب وبلوط، هي ثورة مضادة في تحالفاتها في خياراتها، مشروع فوضوي، مشروع انقلابي، مشروع ديكتاتوري، حكم فردي يعني قائم على التضليل وعلى الخداع وبيع الشعارات وبيع الأوهام. ويبدو لي التوانسة ولا يدركوا هذا، التوانسة معناها كما الدكتاتوريين يتعلمون من بعضهم البعض، كذلك الشعوب أيضا تتعلم من تجربها. التوانسة التجربة متاع قيس سعيد تجربة الانقلاب هذه مهمة في مسار اكتساب الوعي السياسي، باش يتلقوا باش يكتسبوا قدر من المناعة ضد الانقلابات وضد مسار الخداع. لأن ليس من اليسير معنا مخادعة التونسيين ببعض الشعارات وببعض التضليل الإعلامي، لأن اكتسبوا قدر كافي من الوعي خاصة بعد التجربة المريرة اللي مروا بها خلال 3 سنوات الأخيرة. نعم فقط.